شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تقولوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، وعلى طول دايما بتوحشوني. واهلا وسهلا بيكم في ملعب الدودي سبورت. حلقة اليوم النهاردة، انا مش طالع النهاردة اتكلم على حاجة، بس انا طالع النهاردة اتكلم على حاجة مهمة جدا 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 وحاجة محترمة جدا. والنهاردة انا بسلم تيشيرت النادي الاهلي للكابتن رامي جابر صاحب التوقع الصحيح في لقاء القمة ال 125 من مسابقة الدوري الممتاز اهلي وزمالك. وانا طبعا النهاردة مش طالع اتكلم على حاجة، انا كل النهاردة اللي طالع من فرحتي وانبساطي وسعادتي كلها في حلقة اليوم على تسليم الجائزة. بس عايزين قبل ما نسلم الجائزة، عايزين الناس تعمل اشتراك في القناة علشان يجيلهم كل الجوائز الجميلة، ونفعل الجرس ونوصل الفيديو الى 3000 لايك. بنجح بيكم بدعواتكم، وبإذن الله بإذن الله بكون عند حسن لكم. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التوقع الصحيح اللي قدر يفوز معايا في حلقة اليوم، وصاحب التوقع الصح في لقاء القمة، الكابتن رامي جابر، اللي هيكون مشرفني دلوقتي حالا بعد قليل، وهوريكم تيشيرت النادي الاهلي وهو بيستلمه، وحالة جميلة جدا جدا جدا. وهنسمع منه كلمة لقناة دودي سبورت علشان يكون كل الناس مصدقة اللي احنا فعلا بنقول، اللي احنا فعلا بننفذ. وهيكون معانا كابتن رامي جابر، وادي الجائزة بتاع دي كابتن رامي اللي طبعا هيتقدمها له، وهنقول له طبعا اتفضل يا كابتن رامي. اتفضل يا كابتن. طبعا كابتن رامي جابر صاحب التوقع الصحيح، وطبعا بنقول له ادي اليوم مبروك، وطبعا ادي الجائزه بتاعته الجميله وهو تيشيرت النادي الاهلي صاحب التوقع الصح اللي دايما على طول بيقول التوقع المحترم. وانا كنت مختلف معاه في التوقع في النتيجه، قلت له علشان اللي تيشيرت النادي الاهلي يا جماعه، وبنقول له الف مليون مبروك للكابتن رامي. وحبينا نسمع منه كلمتين تقول ايه يا كابتن رامي طبعا بعد الفوز بتوقع النتيجه اللي انت قلت عليها، وانا ما كنتش مصدق بصراحه. تقول ايه لقناه دودي سبورت يا جماعه؟ اول حاجه مبروك عليك يا كابتن دودي، انت يعني حاجه حلوه جدا والله اللي انت بتفرح الناس، والناس يعني مبسوطه بالقناه بتاعتك، وان شاء الله ربنا يوفقك في القناه بتاعتك. ومبروك كمان للنادي الاهلي اللي انا توقعت عشان عارف الاهلي ايه طبعا. والحمد لله يعني انت بتبتسم للناس وكسبت كذا واحد، يعني مش واحد بس ولا اثنين، لا ده خمسه كسبوا، وانت يعني ربنا يكرمك والناس كلها بقت بتحبك، ويعني كله عدى عارف القناه بتاعتك والناس كلها بقت بتحبك جدا. بنطلع عشان انت اصلا بتتكلم كلام حلو وكويس وبتفيد الناس، ويعني ربنا يوفقك يا كابتن دودي في القناه بتاعتك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا بشكر الكابتن رامي كده مره ثانيه على طبعا هديته، وانا سعيد جدا 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 بوجودي معاه النهارده. والراجل طبعا انا فرحان والله العظيم فرحان علشان كل الناس تكون مصدقه معانا في حلقه اليوتيوب او في الفيسبوك، وكل التوقعات الصح اللي دايما بنتكلم عليها. وادي شعار النادي الاهلي، والف مليون مبروك للنادي الاهلي، ومبروك للكابتن رامي في التوقع الصحيح. دايما على طول تنتظرونا في كل يوم، كل يوم توقع صحيح، كل يوم اخبار جديده من ملعب دودي سبورت ان شاء الله باذن الله. وبدعواتكم ليا بشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا لعلنا اليوتيوب والاشتراكات القناه، فهي عندنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.